اللغة الدبلوماسية التي يتحدث بها كثير من المسؤولين في الشرعية لا تناسب واقع المعركة العسكرية القائمة، وأيضا لا تتناسب مع حجم الإجرام الذي ترتكبه أو الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني منذ أول يوم. فعندما يكون مطروح على الطاولة الجنوح للسلام والمفاوضات في أي وقت يقرر الحوثي، هذا هو يعني أن تترك الفرصة للحوثي أن يرتكب الجرائم دون أي رادع ودون أي خوف من المستقبل، سواء من الانتقام أو من المحاكمة. وعندما يعجز وقبل أن ينهزم أو يفشل سيعود إلى طاولة المفاوضات وورقة السلام التي أنت دائما تدعو إليها. وبالتالي يجب أن يكون الخطاب سواء خطاب الإعلامي أو السياسي للشرعية اليمنية بشكل عام بأنه يجب محاكمة عصابة الحوثي ويجب ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، يعني مهما طال الزمن أو قصر، حتى سواء يعني قصرت الحرب هذه أو طالت، فإن مصير الميليشيات الحوثية وقادتها تحديدا هو المحاكمة والقصاص والعدالة لجميع الضحايا من إجرام هذه العصابة. وبالتالي هذه اللغة يجب أن تختفي طالما الحوثي يسمع أن هناك ورقة للمفاوضات ورقة للسلام، فهو سيستمر في جرائمه وسيرتكب المزيد من هذه الجرائم حتى يتعب، وعندما يتعب سيعود ويقول هيا إلى المفاوضات. وهذه اللغة للأسف هي ما تساعد الحوثي على ارتكاب المزيد من الجرائم منذ أول يوم. طيب اسمح لي أيضا مهندس محمد في أيضا استمرار الحديث حول مبادرة المملكة التي أطلقتها وقدمتها قبل أشهر. صحيح أنها نقلت الضغط إلى مربع الميليشيات الحوثية، لكن واضح أن الميليشيات الحوثية حتى الآن لم تتعرض لضغط حقيقي يمكن أن يدفعها باتجاه استجابة لهذه المبادرة. هل ترى بأن هذه المبادرة ما زالت مطروحة وفاعلة ويمكن البناء عليها؟ وأيضا هذه المبادرة كان الهدف منها كما تفضلت أنت تخفيف الضغط الأمريكي على الموقف السعودي، وهي كانت خطوة ذكية خاصة أنها تمسكت بالمرجعيات التي ترتكز عليها العملية السياسية في اليمن. لكن نحن تحديدا الشرعية اليمنية يجب أن يكون سقفها أعلى من سقف التحالف العربي ومن المملكة العربية السعودية، لأن الشرعية اليمنية تمثل الشعب اليمني وتمثل الضحايا اليمنيين الذين ارتكب الحوثي بحقهم كل هذه الجرائم. ويعني وضعنا ليس كوضع السعودية أو كوضع دولة أخرى، على الشرعية اليمنية أن تطالب دائما بمحاكمة العصابة الحوثية وبتقديمهم للعدالة. وحتى بعد هزيمة الحوثيين لا ينبغي منح أي فرصة لهذه العصابة دون محاكمة أو يعني أخذ القصاص والعدالة أقل شيء للضحايا.